بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم. معكم مستر احمد الباشا، وان شاء الله هنبدا مع بعض ليسن 3 في كونسبت 2. الدرس ده بيتكلم مينلي اساسا عن فكره الجربوع، اللي هو بالزميل العربي يربوع، او باللغه العاميه بنسميه جربوع. الجربوع حيوان مميز جدا، والحيوان ده عنده سنسيشن عالي جدا، عنده احساس عالي جدا، بيعمل بالإحساس ده avoiding للدينجر. كلمة avoiding danger يعني تجنب المخاطر. فخلينا نتكلم عن avoiding danger in human and animals. في العموم ال different parts of nervous system، أجزاء الجهاز العصبي بتشتغل مع بعض. يعني ال sensory receptors مستقبلات الإحساس، والنيرفس والأعصاب والسبينال كورد والبرين، كله دول شغالين مع بعض. يعني العقل والمخ متوصل بالجسم كله، والمخ متوصل بالسباينال كورد، والسباينال كورد متوصل بالجسم، فكله شغال مع بعضه. فبيقول لي ايه، طب ليه هما متوصلين مع بعض؟ ده مسؤول عن delivering messages، بيوصل الرسائل بين الجسم كله وبعضه. فيقول لي in human the reason for response of danger is different from reason for response of danger in animal. يعني الحاجات اللي تخليك انت تخاف وتجري غير الحاجات اللي تخلي الانيمال يخاف ويجري. فالاحساس مختلف في الاثنين، فكل واحد عنده النيرفس سيستم الخاص بيه. فيقول لي هنا ايه، all senses and body systems are working for an effective adaptation to the environment. يعني كل الحواس بتشتغل مع بعض. ده مثال على الكلام اللي احنا بنقوله ان السنسس كلها بتشتغل مع بعض، اللي هو جامبينج جربوع. الجامبينج جربوع، الجربوع ده او اليربوع ده بيعمل ايه، بيحس باي خطر جاي من السنيكس مثلا، من التعبان اللي ماشي او من الكلام ده، ويبتدي ان هو يريسبونس الكلام ده، يعمل رد فعل على الكلام ده ويهرب بسرعه جدا. بيحس الجربوع بيحس. فيقول لي ايه، ذا ايجيبشن جربوع از سبيشال او سوري از سبيشيس. سبيشيس يعني فصيله، نوع يعني من انواع الكائنات. اوف ديزرت رودنت، من القوارض زي الفار كده، نوع من انواع العيله بتاعت الفيران والحاجات دي والعرسه والحاجات دي. It is a tiny animal، هو عباره عن animal صغير، with very large ears، يعني ودانه كبيره قوي، small eyes and long hind legs. hind legs يعني رجليه كده ايه، كبيره شويه، اللي هي الرجل الخلفيه بتاعته، رجليه الخلفيه كبيره. الhind legs يعني الرجل اللي ورا، مش الايدين اللي قدام، يعني رجلين اللي ورا، لان هو بيمشي زي الفار كده، اللي رجلين ورا وايدين قدام. المهم يعني فرجلين اللي ورا اللي هي الهايند ليجز، هيلب ات تو جامبنج لونج ديستانس، بتساعده ان هو يقفز، ان هو ينط. فيقول لي ايه، جربوا فيت اند تويز هاف هير، عنده مستشعرات في رجليه خلاص، تو هيلب ات كاتش ساند وين ات جامبس، يعني يقدر يمسك في الحاجه وينط بسرعه، فاهم؟ It hops in zigzag paths، يعني بيقفز بينط في شكل زجزاج. Paths يعني لما بينط ويجري ما بينطش في خط مستقيم، فحد يعرف يجري وراه، لا يفضل يروح يمين وشمال. To able to run away quickly from danger، عشان يجري بسرعة من الايه، من المخاطر. جربوا has ears، عنده ودان، so that it can hear snakes، يقدر يسمع التعبان even if they are small، يعني يقدر يسمع الحركه بتاعت اي انيمال حتى لو كان الايه، حاجه دي صغيره جدا. هنا بيشرح لي، بيقول لي ازاي ده بيحصل، ازاي الريسبونس السريع ده بيحصل. How do all parts of jerboa body work together to avoid danger. بيقول لي when snake، لما في تعبان make noise، لما في تعبان يتحرك كده جنب الجربو، عاوز يروح ياكل الجربو، ايه اللي بيحصل؟ sensory receptors اللي هي مستقبلات الاحساس in jerboa ears send messages، بتبعت رسائل through network of nervous to brain. وانا عاوزك تفهم الكلام ده اكتر ما تحفظه. في حاجه اسمها sensory receptors، دي عندنا وعند الانيمالز كلهم، بيستقبل المعلومه يبعتها لمين، ده المهم بقى في الموضوع، يبعتها لمين، يبعتها للنيرفس. يعني السنسوري ريسبتورز تبعت لي نيرفس، ونيرفس تبعت اللي هي الاعصاب، تبعت لمين، تبعت للبرين. طيب وبعدين يقول لي جربوا برين، العقل بتاع الجربوا ترانسليت، بيترجم ذا مسجز، بيترجم الرسائل دي، اند ريسبونس باي، بيرد عليها باي اليرتنج ذا ليكس تو ستارت موفينج، المخ بيبعت اشاره للرجل بسرعه يقول لها ايه، اتحركي بسرعه احنا بنتهاجم. طيب جربوا strong hops او hopping legs اللي هي القفز بتاع رجليه بسرعه،
to jump away from danger بيبعت بيجري بسرعه in zigzag A line. رد الفعل ده بياخد وقت. رد الفعل ده بياخد وقت، يعني انت مثلا حط ايدك على حاجه فتلسعت فبتشيل ايدك بسرعه. الوقت ما بين انك لسعت وشلت ايدك ده اسمه رياكشن تايم. يعني بص انت مثلا ماشي فدوست على مسمار فبسرعه بتجري بتقول اي وبتقوم ايه شايل رجليك بسرعه. الوقت ده وقت قليل جدا بنسميه رياكشن تايم. فيقول لي هنا ايه؟ بيقول لي رياكشن تايم يعني ايه؟ It is the time، وده هنتكلم عنه لسه يعني في الدروس الجايه. It is the time taken by organism's body to react with different stimuli around it. Stimuli يعني مؤثرات. يعني انت مثلا مثلا كوبايه شاي او كوبايه ميه او اي حاجه انت فاكرها بارده فمسكتها عادي اتلسعت فجاه وقمت سايبها بسرعه. الوقت ما بين انك اتلسعت وسبتها انك عملت رد فعل ده اسمه reaction time، وده من اهم الديفينيشنز اللي عندنا. اعرفه مش مهم تحفظه قوي بس اعرف يعني ايه reaction time. reaction time ده الريسبونس، time taken to response، الوقت اللي انت محتاجه عشان تعمل response، time taken by organism body to react with different stimuli، الوقت اللي انت محتاجه عشان تتفاعل مع المؤثرات الخارجية. ده درس سهل جدا وعاوزك تفهمه اكتر ما تحفظه، وان شاء الله نبقى نحل عليه في الدروس اللي جايه او نحل عليه في الفيديوز اللي جايه كتير جدا ان شاء الله. ده درس خلص، اتمنى لكم باذن الله كل التوفيق والنجاح. كنت معاكم مستر احمد الباشا، باي باي يا شباب.